بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة السعد الهندسة الكهربائية، معكم أخوكم مهندس محمد الشملي كالعادة. إن شاء الله نصوركم فيديو جديد وتاني محاضرة من محاضرات المحركات الكهربائية. إن شاء الله النهاردة هناخد درس إزاي هنتعلم نصمم دائرة الباور كنترول المحرك الكهربي، والمحركات دي هتبقى من المحركات الصغيرة عندنا اللي هو طريقة الدايركت اونلاين في التوصيل للمحركات الكهربية، التوصيل المباشر للمحركات الكهربية. طبعا احنا بنحتاج الطريقة دي في التوصيل الكهربي للدايركت اونلاين للمحركات، بتبقى من المحركات الصغيرة، يعني تبدأ اللي عندك من مثلا حتى المحركات 3 فاز من حتى 30 حصان نقدر نستخدم فيها طريقة الدايركت اونلاين. دي احد طرق تشغيل المحركات الكهربائيه، او احد توصيل طرق تشغيل المحركات الكهربائيه. احنا عندنا طرق تانية لما المحركات بتكبر، من المعروف ان الاندكشن موتور بيسحب في تيار بدء عالي، بنبدا نستخدم طرق بدء محركات الاندكشن موتور للتغلب على تيار البدء. اما اللي عندنا ان هي في محاضره الدرس اليوم ان شاء الله هنتعلم المحركات صغيرة، اي نعم بيبقى في بداية التيار بيبقى عالي، بس ان شاء الله بالطريقة التوصيل المباشر هيشتغل على طول ما فيه اي مشكلة بدون ما يفصل عندك السيركت بريكر العموم. قبل ما نبدأ ونتكلم في محركات الدايركت اونلاين دائرة بتاعت النهاردة اللي هو سواء كانت تصميم دائرة الباور كنترول، هنعرف ايه مكونات عندنا الدائرة بتاعت النهاردة. الدائرة النهاردة هتكون عندها سيركت بريكر من نوع مينيتشر سيركت بريكر، وهنشوف ايه خصائص المينيتشر سيركت بريكر وازاي احنا نختاره ونصممه. تاني عنصر اللي هيكون اللي هو الكونتاكتر بتاعنا، وتالت عنصر هيكون هو الاوفرلود. الدايره دي في نوعين من انواع الحمايه بالنسبه للدايره بتاعتنا النهارده، هيبقى حمايه من الشورت سيركت وحمايه من الاوفرلود. حمايه الشورت سيركت هتمثل في المينيتشر سيركت بريكر عندنا، وحمايه من زياده الحمل او من زياده الاوفرلود بتاعنا هتتكون في الاوفرلود اللي احنا اخترناه عندنا. طبعا معروف ان الاوفرلود بيبقى فيه نوعين منه، نوع حراري ونوع الكتروني. الاوفرلود اللي احنا مستخدمينه في الدايره بتاعتنا ان شاء الله هو الاوفرلود الالكتروني. قبل ما نبدا لازم نعرف ازاي نصمم دايره الباور كنترول. نرسم دايره الباور للدايره بتاعتنا النهارده اللي هي الدايره اونلاين. طبعا هيبقى عندك مصدر 3 فاز ار واس وتي. المصدر ده هتاخد منه مباشرة للسيركت بريكر اللي موجود عندنا، ده السيركت بريكر دايرة بسيطة جدا، طريقة التوصيل بيبقى مفيهاش اي مشكلة. دي اول عنصر من عناصر الدائرة اللي هو السيركت بريكر بتاعنا، السي سيركت بريكر. تاني عنصر من عناصر الدائرة هيكون الكونتاكتر، وادي عندك الكونتاكتر، طبعا النقاط بتاعته نورمالي اوبن. طبعا اللي حابب يعرف خصائص الكونتاكتر موجود كتير على النت، احنا ما اتطرقناش الى شرح الكونتاكتر. هتلاقي الكونتاكتر بحيث انك احنا دخلنا على تصميم دائرة الدايركت اونلاين مباشرة، لان هناخد وقت كتير وقلنا نستفاد من الوقت ده في الشروحات مباشرة، لان هتلاقي انت متوفر ان شرح الكونتاكتر عندك على اليوتيوب كتير، فمش مستحق ان احنا نخوض فيه، واكيد كتير قبلنا شرحوه وبطريقة افضل. فاحنا قررنا ان احنا نخش مباشرة في تصميم المحركات الكهربية او الدائرة بتاعتنا الدايركت اونلاين. ده الكونتاكتر بتاعنا واللي يكون كي ام، هنسميه كي ام الرمز بتاعه. ومن الكونتاكتر هندخل على الاوفرلود. طبعا احنا بنرسم الرسمه دي، ده الرمز الاوفرلود الحراري. ومن الاوفرلود هندخل على الروزيتا بتاعه المحرك بتاعنا، والمحرك كان متوصل دلتا. طبعا احنا طبعا في الدرس اللي فات عرفنا امتى نوصل المحرك، المحرك متوصل ستار. عرفنا الدرس اللي فات ازاي نوصل المحرك ستار وازاي نوصل المحرك دلتا عن طريق النيم بليت بتاعه المحرك ده من داخل
الروزيتا. قبل ما ندخل الى دايره الكنترول بتاعتنا، ازاي نصمم دايره المحرك بتاعنا، المكونات دي ازاي نختار قيم للمكونات دي، مع ان عندنا معلوم واحد ان المحرك بتاعنا قدرته 7 البي بتاعته 7.5 كيلو واط، وبتساوي تقريبا 10 حصان 10 الاتش بي. تمام، من قانون قدرة اللي احنا عارفينه كلنا ان البي بتساوي جذر 3 الاي في الفي في ال كوساين فاي. طبعا من مقننات المحرك الفي عندنا ب 380 اللي هو جهد الشبكة عندنا في الفي في الاي كوساين فاي، معلش الناس في الاي، الاي هو التيار المطلوب، والبي عندنا قدرة المحرك كوساين فاي هتلاقي 0.85 مكتوب على النيم بليت بتاعة المحرك. ومن هنا نقدر نجيب الاي بتاعة المحرك وبتساوي تقريبا طلعت لنا بالحسابات 13.42 امبير. ده التيار الحمل الكامل اللي هيسحبه المحرك. طب نجيب السيركت بريكر، اول مقنن عندنا في الدايره السيركت بريكر، اول عنصر من عناصر الدايره السيركت، نجيب ازاي؟ هنقول الاي سيركت بريكر بيساوي 1.25 الاي لود. طب الاي ال او الاي لود بتاعنا عندنا بكام؟ عندنا ب 13.42، في الاي لود هيطلع الاي سيركت بريكر تقريبا بتساوي 20 امبير. عايزين نقف هنا عند هنا شوي. في بعض الاخوه بيقول لك ما تضربش الاي سيركت بريكر في 1.25. طب انت بتقول له انت ليه ما تضربش الاي سيركت بريكر في 1.25؟ يقول لك والله اصلا من مواصفات الاندكشن موتور ان في الار ستارتنج كارنت بتاعه عالي، بياخد من 5 لـ7 أضعاف كده السيركت بريكر هيفصل قبل ما يشتغل الدائره. احنا طبعا هنجزم ان الكلام ده غير صحيح بالمره، هو الظاهر بتاعه صحيح ان الاندكشن موتور بيسحب من 5 لـ7 أضعاف التيار في حاله البدء، لكن من خصائص المينيتشر سيركت بريكر عنده مجموعه من الخصائص. ايه خصائص المينيتشر بريكر؟ احنا حابين نقول لكم على السريع خصائص المينيتشر بريكر. احنا خلاص عرفنا ان الاي سيركت بريكر بيساوي 20 امبير. ما رضيناش نصور المحاضره مخصوص منفصله لخواص من المينيتشر سيركت بريكر، وقلنا من خلال المثال بتاعنا هنرسم رسمه بسيطه توضح الكيرفات او الخصائص بتاعت المينيتشر بريكر. المينيتشر سيركت بريكر عنده 3 كيرفات او 4 كيرفات، لا 3 كيرفات بالظبط. اول حاجه اسمها كيرف بي، وعنده كيرف سي، وعنده كيرف دي. ايه معنى الكلام ده؟ ده كيرف بي، ده ليكن كيرف سي، وده ليكن كيرف دي. طيب ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ بيقول لك ان نيتشر سيركت بريكر الكيرفات بتاعته دي في حاله التشغيل بتاعها، تلقى انت على المينيتشر نفسه مكتوب مثلا وليكن هتلاقي بي 20 او سي 20 او دي 20. ايه معنى الكلام ده؟ هنعرف الكلام ده من خلال الكيرفات بتاعت المينيتشر سيركت بريك. هياخد ده زمن، وده 2 اي، او ده مضاعفات التيار الحمل بتاعنا، مضاعفات الاي لود. طيب عندنا بيقول لك الكيرف بي من مميزات الكيرف بي، ولكن هنا زيرو، هنا مثلا ادي 1 2 3 5 10 لحد 20 مثلا، وادي الزمن زيرو مثلا بوينت 01 بوينت 1 1 لحد مثلا ادي 10 لحد 100 ثانية سكند. طيب بيقول لك الكيرف بي الجزء ده اللي هنا
اللي هيعمل فيه السيركت بريكر بدون ما يفصل. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيركت بريكر هيقعد من 3-5 اضعاف الاي مقنن عليه، الاي مقنن بدون ان يفصل السيركت بريكر لحد زمن معين، وبعد كده السيركت بريكر هيبدا في عمليه الفصل. ده بالنسبه للكيرف بي. طب البي ده بنستخدمه ايه؟ بنستخدمه في احمال الاناره، في الاحمال الحراريه اللي هي ريزيستيف لود، عامه الاحمال اللي ما فيهاش تيار بدء عالي. طب بالنسبه للكيرف سي، هتلاقي عندك الكيرف سي بنفس الطريقه، تلاقي كيرف كده نفس القيم. هتلقى الكيرف زي من 5-10 اضعاف تيار المقنن على المينيشن سيركت بريكر، هيعمل السيركت بريكر بدون ان يحصل فصل للسيركت بريكر. وده بيستخدم في احمال الاندكشن موتور والاحمال الحساسيه بصفه عامه اللي بتستخدم، اللي بتسحب تيار بدء عالي في المرحله الاولى. طيب اذا الكلام ده هيحقق معايا ايه؟ ان انا ال1.25 عامل انان اختاره للسيركت بريكر مناسب جدا لما اختار كيرف سي للسيركت بالمينيتشر بتاعنا، ان في حاله البدء هيسحب من 5-10 اضعاف لتيار ايه، لتيار البدء او التيار المقنن عندنا في المحرك. الكيرف دي بقى، الكيرف دي بقى بيستخدم محاماه للاحمال اكبر من كده. هتلقى ان الكيرف دي من 10-20 ضعف. طبعا الكيرف دي هتلاقي حتى في الثمن بتاعه هيبقى اغلى من الكيرف زي واغلى من الكيرف بي، فبكده يبقى احنا المعامل الامان بتاع ال1.25 مناسب جدا. والكلام ان اي حد يقول لك ان السيركت بريكر نضرب في 2.5 ده او 1.5 او قيمه اكبر من 1.25، ده كلام خاطئ جدا وغير صحيح بالمره، نتيجه ايه؟ نتيجه الكيرفات بتاعه المينيتشر بريكر المستخدمه في الدائر بتاعتنا. يبقى احنا كده عرفنا ان الكيرف بتاعنا سواء الكيرف بي والكيرف سي والكيرف دي للمنحنيات بتاعه السيركت بريكر اللي تستخدم في دائره الدايركت اونلاين. بعد ما جبنا السيركت بريكر بتاعنا وعرفنا السيركت بريكر كام، هنجيب الكونتاكتور. طب الكونتاكتور برضو بنفس الطريقه، هنقول الكونتاكتور عندك حاجه من الاثنين، طريقه من الطريقتين، يا ترجع لجداول الشركات المصنعه زي شركه شنايدر او شركه اي بي بي، عندهم جداول هتلقى في الجدول في عمود في قدره المحرك وفي قيمه الكونتاكتور وفي ايضا في السيركت بريكر، في حاجه اسمها الستارت موتور، ستارتر موتور او الجي في، الجي في 2 بيستخدم، الجي في 2 ده بيغنينا عن الاوفرلود، بيستخدم كسيركت بريكر حمايه من الشورت سيركت وحمايه من الاوفرلود مكان السيركت بريكر بيركب. فتلقى في الجداول دي موجود لك مقدار المحرك قدام قدرة المحرك والتيار اللي بيسحبه وايه نوع اللي ايه نوع الكونتاكتور اللي انت بتختاره للدائرة. او بتقول برضو ان الاي كونتاكتور مثلا الكي ام ده هيساوي 1.5 عادي في الاي لود بتاعنا. احنا عندنا الاي لود عندنا كام؟ 13.5 13 و 4 و 42، هنضربه في 1.5 بتاعتنا ونجيبه تقريبا ما يقلش عن ال 20 امبير تقريبا. هتلقى في مثلا الكونتاكترات شنايدر هتلاقي حاجه اسمها الدي 18، ده الدي 18 هيستحمل الكلام ده، وهتلاقي خصائصه في كاتولوجات شركه شنايدر او كانت شركه اي بي بي او غير من الشركات اللي عندنا. طيب بعد كده هنجيب ثالث مقنن عندنا الاوفرلود. الاوفرلود بتاعنا اللي احنا مستخدمينه ده حراري، في عندنا اوفرلود حراري واوفرلود الكتروني. انا كشخصيا بفضل الاوفرلود الالكتروني. ليه بنفضل الاوفرلود الالكتروني في الدوائر بتاعتنا؟ الاوفرلود الالكتروني سريع الاستجابه، اسرع من الاوفرلود الحراري. بس المثال عندنا هنا والاختلاف بسيط، ان الاوفرلود الالكتروني ما بيتوصلش توصيل كده، بيبقى فيه زي السي تي، هتبقى ليه فتحات بيخرج منها الكابل
هكذا نفس السي تي بالظبط، نفس نظام السي تي بالظبط، يطلع التلات كابلات وبيدخل على روزيتة المحرك مباشرة، وناخد منه الدوائر بتاعته النورمال اوبن والنورمال كلوز، ونستخدمها في دوائر الدوائر الكنترول. بس اللي احنا موجود عندنا هنا هو الاوفرلود الحراري، بتوصل معنا في الدائرة اهو. طيب الاوفرلود بيساوي ايه؟ الاوفرلود اللي بنختار الاي اوفرلود، بنقول في ناس تقول لك 1.1 في الاي لود، انا بفضل كل ما تقلل عن الاي يكون افضل، 1.05 في الاي لود بتاعتنا. هيطلع كام عندنا الاوفرلود؟ هيطلع تقريبا بيساوي حوالي تقريبا 14.09 امبير. هنختار اوفرلود. اوفرلود بيديك عندك قيمتين تختارهم من بينهم، بيكون ال 14 بينهم. هنختار اوفرلود من 13 ل 16 امبير، بحيث نقدر نظبط التيار بتاعنا. نقول نجيب قيمتين من اوفرلود، لان اي اوفرلود لازم يكون فيه قيمتين. هنختار قيمه قيمتين يكون التيار اللي احنا حسبناه موجود بين القيمتين دول. يبقى احنا كده كوننا مكونات الدائره، حسبنا مكونات الدائره اللي عندنا اللي هي الاوفرلود اللي هي الدايركت اونلاين، وانتهينا من التصميم بتاعها. بعد كده هنستخدم دائره الكنترول. ازاي نوصل دائره الكنترول بتاعه الدائره؟ وهي دائره بسيطه ما فيهاش اي حاجه، وان شاء الله هنعرف نتعلمها بسهوله جدا. اول حاجه دايره الكنترول بتشتغل على 220 اللي عندنا. هنختار فازه من الفازات، وهندخل على ام سي بي ميناتشر سيركت بريكر حمايه لدايره الكنترول. وبعد ما ندخل هندخل على نقطه مقفوله من الاوفرلود الحراري، وعكس الاوفرلود الالكتروني اللي هو بتدخل على نقطه مفتوحه، لان هنا الاستجابه حراريه بتعتمد على الحراره او حراره التيار اللي بيمر. نقطه مقفوله من دي نقطه لتكن دي نقطه 90 95 90 96 من الاوفرلود بتاعنا. ومن نقطه الاوفرلود هنخش على بوش بوتون نورمالي اوف، ومنه على بوش بوتون نورمالي اوبن، ومنه على ملف الكونتاكتور وليكن ايه واحد، ويجيب فردة ارضي على الاثنين طبعا، لان 220 ادي فرده ال 220 وادي فرده اسف فرده النيوترال، فرده نيوترال هتخش على الكونتاكتور. ناقص نعمل لاتش على الـ على الـ على البشبوطه النورمالي اوبن اللي هيشغل معانا الدايره، ونجيب نقطه مفتوحه من الكونتاكتور ولتكن 13 و14 الموجوده في الكنترول. يبقى احنا كده رسمنا الدايره بتاعتنا، دايره الباور ودوره الكنترول. هنختار هنعمل لمبتين بحيث ان المحرك لو كان شغال، هناخد في حاله تشغيل المحرك اختار لمبه هنا، دي اللمبه دي معناها ان اللمبه دي ان المحرك شغال. وناخد نقطه في حاله لو في اوفرلود عندنا يبين لي، ناخد نقطة مفتوحة وهي 97 و98 من الاوفرلود بتاعنا. هتدخل على لمبة بيان، ومنها على نقطة على خط النيوترال. كده لو في اوفرلود حصل عندنا ايه اللي هيحصل؟ الدائره دي هتشتغل ازاي؟ لما بوصل السيركت بريكر وبوصل منيتشر سيركت بريكر، هيمر التيار الكهربي عندي هيدخل من هنا، هيمر كده هيلقى نقطه مفتوحه مقفوله من الاوفرلود هيدخل. انا بضغط على زر التشغيل،
هيقفل ده، هيمر هيلقط معايا الكونتاكتر، هتقفل النقطه دي هتشتغل معانا المحرك. طيب في حاله حصل اوفرلود، في تيار زياده اللي حصل، ايه اللي هيحصل؟ هتفصل النقطه عندي دي، هتبقى نقطه مفتوحه، والنقطه دي هتقفل تبقى نقطه مغلقه، هتنور اللمبه دي، وبكده اعرف ان في اوفرلود حصل على الدايره. يبقى كده انا درس النهارده في الله عز وجل انتهينا منه وخلصنا، وعرفنا ازاي نصمم دايره الباور والكنترول المحرك، توصيل دايره واللاين، ازاي نصممها وازاي نحسب القيم للمكونات بتاعتها. في نهايه الدرس احب اشكركم على حسن متابعتكم، ويا ريت حضرتك تشترك في القناه عشان تستفيد وغيرك يستفيد، وتعمل شير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.